يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قصص الصادقين. دعاء الأم. لقد جعلت ولادة الإمام الحسن عليه السلام أجواء أسرة الإمام علي والسيدة الزهراء عليهما الصلاة والسلام أجواء سرور وسعادة، وقد أضيفت إلى أعمال الأسرة المقدسة هذه أعمال تربية الصغير الجديد ورضاعته ورعايته. فاقترح أمير المؤمنين عليه السلام أن تستشير الصديقة الزهراء سلام الله عليها أباها رسول الله في أمر استعمال خادمة لمساعدة أم الحسن في أمور البيت. وذات يوم ذهبت السيدة الزهراء سلام الله عليها إلى بيت أبيها رسول الله لتتحدث معه حول هذا الأمر، ولكنها لم تكلمه وعادت إلى منزلها. ثم إنها عليها السلام عادت مرة أخرى إلى بيت أبيها في يوم آخر، ولكنها لم تقل له شيئاً أيضاً حول موضوع الخادمة، حتى صار اليوم الثالث، فجاء النبي لرؤية ابنته فاطمة وسألها قائلاً: بنيتي، كأنك جئت إلى بيتي عدة مرات من أجل أمر ما، ولكنك لم تتحدثي معي حوله، فهل هناك أمر أستطيع مساعدتك فيه؟ في هذه المرة تحدثت الصديقة الزهراء سلام الله عليها لأبيها محمد عن موضوع الخادمة، فتبسم النبي بوجه ابنته وقال لها: يا فاطمة العزيزة، هل تريدين خادمة تساعدك في شؤون البيت؟ أم تريدين أن أعلمك شيئاً هو أفضل من الخادمة؟ فقالت السيدة الزهراء سلام الله عليها: أريد الشيء الأفضل الذي فيه رضا الله ورضا رسوله. يا زهراء يا زهراء عرش المعالي، يا حورا يا حورا روح الكمال، يا زهرا يا زهرا عرش المعالي، يا حورا يا حورا روح الكمال، بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الكمال. فقال لها النبي بعد كل صلاة وقبل النوم وبعده: قولي 34 مرة: الله أكبر، وثلاثا وثلاثين مرة: الحمد لله، سبحان الله، وثلاثا وثلاثين مرة: سبحان الله. فهذا العمل خير لك من الخادمة، ويجعل حياتك حياة يسيرة ومباركة. ومرت الأيام والشهور،
وكان أولاد علي وفاطمة يكبرون شيئا فشيئا، حتى أصبح عمر الإمام الحسن عليه السلام 7 سنين. ثم إن الإمام المجتبى روى قائلا: في إحدى ليالي الجمع كانت أمي فاطمة مشغولة بعد صلاة الليل بالتسبيحات التي تعلمتها من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبدأت تدعو للمسلمين والجيران الصالحين، ولكنها لم تدعو لنفسها. فقلت لها سائلا: يا أمي، لماذا لم تدعي لنفسك كما دعوت للناس؟ فقالت أمي فاطمة: بني حسن، الجار ثم الدار، فادع للجيران والمؤمنين الصالحين ثم ادع لنفسك، لأن الله تعالى يحب الذين يهتمون بالمؤمنين ويدعون لهم بالخير.